السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه كنشكر بزاف الناس اللي دخلوا القناه ديالي ودعموني وعلقوا لي بالتعاليق اللي زوينه ومحفزه، كنشكركم بزاف. ومرحبا حتى الناس اللي اول مره غادي يتفرجوا فيا، ما تبخلوش عليا باشتراك القناه، ما فيها باس تدعموني وتشاركوا في القناه وتبارطاجيو لي فيديو ديالي. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نهضر على الدفعه الثالثه اللي كثر عليها الجدل، وكل واحد واش كيقول، كل واحد واش كيخرج من اشاعات. كيف ما كتعرفوا كاين واحد البرنامج كيدوز على القناه الثانيه كيسولوا الناس، كيسولوا الدكتور معتوق كيجاوب. البارح دازت واحد الحلقه اللي زوينه بزاف، تفرجت فيها وصيفطوا لي الناس، قال لي بارطاجي ولا هضر عليها. غادي نخلي لكم اللين ديالها هنا الفوق، ولا في اول ولا في ديسكريبسيون اول تعليق، نديروا لكم اول تعليق يطلع لكم باش تفرجوا فيها وتعرفوا الاجوبه ديال بزاف الاسئله اللي جاوب فيها على الدفعه الثالثه واش غادي تكون، قال ليه واش غادي تكون ولا لا، على بزاف الاسئله، على الناس اللي ما استافدوش، على الناس اللي لقوا، على الناس اللي ما استافدوش، على الناس اللي لقوا طلب غير موجود، على الناس اللي في طور المعالجه. اما بخصوص الدفعه الثالثه فهي قال ليه باللي في الاول قالوا كاينين ثلاثه دفعات، وقال لي الغماري باللي لجنه اليقظه دابا غدير اجتماع، حيت تواصلوا معاهم، راكم عارفين الاعلام، تواصلوا معاهم قال لهم غيديروا اجتماع باش يقرروا واش غادي تكون الدفعه الثالثه ولا لا. نتمنوا انها تكون حيت الناس باقا محتاجه، واخا يلاه بدا تخفيف الحجر، الناس راه باقا محتاجه، راه الناس اللي كان عندها خسراته في هذا الحجر الصحي. والدكتور معتوق انا كنثق فيه والكلام اللي كيقول كامل معقول. المهم دخلوا تفرجوا في الحلقه، راه نخلي لكم هنا الفوق طلع لكم، وتابوناو في لاشين، بارطاجيو الفيديو. هذا ما كان هادشي اللي بغيت نقول لكم، ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو، ما بغيتش نقول لكم كلشي باش ما يطولش الفيديو. دخلوا للفيديو تفرجوا فيه في الحلقة اللي دازت البارح، وغادي تلقاو كاع الاجوبه الاسئله ديالكم اللي كتسالوها. هذا ما كان، تهلاو في راسكم.